ها هنا وقفات مهمة تتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الغزوات التي افتتحنا بها المجلس. من المهم لبني الإسلام أن يكونوا فيها على فقه ودراية وبصيرة، فإن أعداء الإسلام ما زالوا يروجون الإفك في وصف الإسلام بالعنف والدموية، وأنه ما انتشر إلا بالقتال، وأن الإسلام دين سيف، وأنه من النصوص ما تشهد لذلك كما ذكرت في صدر المجلس قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف. والآيات الآمرة بالقتال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، وعامة آيات التي أمرت بالجهاد والقتال. فإذا أضفت إلى ذلك أن كثيرا من كتب السير السيرة النبوية وصفت أو كتبت بحصر المغازي، وهكذا صنع الأوائل كالواقدي مثلا وابن إسحاق، فإنهم سموا ما صنفوه في تلك الوقائع بكتب المغازي، يعني ذكروا فيها شأن الغزوات النبوية. فانحصار مفهوم السيرة النبوية في المغازي، أو إذا أقبل مسلم يدرس السيرة فإنما يقبل على دراسة الغزوات بدءا من بدر وأحد وما بعدها، فإذا قيل له ما السيرة النبوية قال الغزوات، وإذا قيل له ماذا تعرف من السيرة النبوية فلا يعرف إلا المغازي. المغازي صفحة من السيرة النبوية لكنها ليست كل شيء. السيرة النبوية بيت الزوجية، السيرة النبوية صلاة، السيرة النبوية تشريع لأخلاق، السيرة النبوية حياة نبوية كاملة، فيها كل شيء يتعلق بهدي الإسلام وسيرة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. فاختزال السيرة في المغازي قصور ما أراده العلماء الأوائل الذين صنفوا في المغازي، وذلك أن المغازي أو الغزوات هي أحد العلوم النبوية، فإن العلوم النبوية فيها غزوات وفيها شمائل وفيها سيرة وفيها حديث نبوي وفيها خصائص نبوية، وهذا كله حزمة لمن أراد أن يتعلم ما يتعلق بسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام الكاملة من جميع أنحائها. فالمغازي أحد أبوابها وليست كل شيء في السيرة النبوية. وها هنا نقاط يحسن فهمها لمن أراد أن يحيط بفقه السيرة النبوية في باب المغازي تحديدا. أولها: كل الغزوات كما سمعت في صدر كلام للمصنف رحمه الله في الفصل كانت بعد الهجرة، وذلك لعدم الأمر بالجهاد في مكة. إذن فثلاث عشرة سنة من الدعوة النبوية كانت صبرا واحتمالا للأذى، مع بلوغ الأذى حتى القتل في بعض أصحابه واضطرارهم إلى الخروج والفرار بدينهم هجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، بل أذى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام في التقاعر، وضعوا سد الجزور على ظهره الشريف ورموه بالتهم ساحر وكذاب وشاعر ومجنون، حتى بلغت بهم محاولة قتله وسفك دمه عليه الصلاة والسلام. فثلاث عشرة سنة كانت كلها دعوة مع صبر واحتمال وتجاوز وعفو، ثم كانت العشر السنوات الأخيرة من حياته التي شرع فيها الجهاد. فهمك لهذه النقطة مهم لتدحض الافتراءات التي يوصف فيها الإسلام بأنه دين ما جاء إلا بالسيف والقتال، ولو كان كذلك لجاء الأمر بالقتال في أول سنة من سنوات الدعوة. إذن فأكثر من نصف سنوات دعوته عليه الصلاة والسلام كانت صبراً واحتمالاً للأذى. ثانياً: الغزوات التي قادها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه لا تتجاوز ثلث العمل العسكري في السيرة النبوية كلها، فإن مجموع الغزوات والسرايا والبعوث كما يقول الحافظ ابن حجر نقلاً عن ابن مغلطاي قريب من 100، قال وربما كان أكثر. فإذا كان هذا العدد ولنقل إنه 100 ومجموع الغزوات كان 25 التي قادها بنفسه عليه الصلاة والسلام في أعلى عدد 27، الخمس وعشرين ربع المئة، وإذا قلت 27 فأنت قريب من الثلث. أفيكون عليه الصلاة والسلام حريصاً على القتال متعطشاً إلى الدماء كما يزعمون وحاشاه صلى الله عليه وسلم، ثم يكون ثلثا
العمل العسكري في زمنه يبعث به أصحابه مكتفياً بإرسالهم، هذا أمر يحتاج إلى فهم لمن يدرك سيرته عليه الصلاة والسلام. ثالثاً، هذه الغزوات التي بلغت 21 غزوة أو 23 أو 25 قاتل منها في كم؟ في 9، ثلث هذا العدد هو الذي وقع فيها القتال، والثلثان التي خرج فيها بنفسه انصرف من غير قتال. أفيكون هذا حرصاً على إراقة الدماء وتعطشاً إليها، أم هو محاولة قدر المستطاع لعصمة الدماء وحقنها؟ والله ما أراد إلا استنقاذهم من النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أفيخرج ليقتلهم عليه الصلاة والسلام ويرجع إلى المدينة؟ رابعاً، جميع ما ذكر في تعداد قتلى الغزوات النبوية في السيرة متفاوت، فبعضهم ذكر أن عدد القتلى يتراوح من 625 قتيلاً إلى 1018 من الطرفين مسلمين ومشركين، وقيل كان عدد القتلى من المسلمين 236 ومن المشركين 625، فالمجموع 861 قتيلاً، وأعلى تقدير ذكر أن مجموع القتلى لا يتجاوز 262 مسلماً و 1022 مشركاً. المجموع في أعلى تقدير في كل الإحصاءات التي ذكرها الباحثون والدارسون لا يبلغ 1300 من المسلمين والكفار على حد سواء. مجموع القتلى من الطرفين لا يتجاوز 1300 في جهاد استمر كما سمعت من السنة الثانية في الهجرة إلى التاسعة في 7 سنوات في 25 غزوة في 100 بين غزوة وسرية، عدد القتلى ما تجاوز 1300 من الطرفين. حدثني الآن عن عدد القتلى والصرعى في الحرب العالمية الأولى. التي لا يعرف الناس إلى اليوم العدد الفعلي حقيقة فيها كم، فمن قائل إنهم 35 مليون بين قتيل وجريح ومفقود، والحرب العالمية الثانية كان ضعف هذا العدد الذي تجاوز 60 مليونا، وكلها أرقام يعترف البشر المعاصر أنه ليس على وجه التحديد بل هو على التقريب، إذ لا يعلم عدد من هلك بسبب هاتين الحربين أحد من البشرية إطلاقا. فغزوات رسول الله عليه الصلاة والسلام وقتاله على مدى 10 سنوات بالمدينة لم يبلغ فيها القتلى من الطرفين أكثر من 1300 إنسان. أهذا حرص على القتل أم عصمة للدماء؟ أهو حرص على الاستنقاذ أم رغبة في الهلاك والفناء؟ خامساً، لم يقاتل عليه الصلاة والسلام في كل تلك الغزوات إلا من قاتله أو نقض العهد معه، ونقض العهد إعلان حرب. أتظن أن من يقصد يعني يخرج عليه الصلاة والسلام في بدر لاعتراض قافلة أبي سفيان فيفر أبو سفيان بالقافلة ويجد النبي عليه الصلاة والسلام نفسه أمام جيش فيه 1000 مقاتل، أمر لا مفر منه، فيقعد ويستشير أصحابه حتى يشير عليه بالثبات والمضي معه في القتال. ماذا تريده أن يفعل؟ وقد وجد جيشا أمامه، بل ما خرج عليه الصلاة والسلام إلا في 314 وأنه ما دعا الناس للخروج إلى القتال، فماذا تريده أن يفعل؟ في أحد يقدم عليه 3000 مشرك من مكة قاصدين المدينة، فخرج يلقاهم في أحد، ماذا تريده أن يفعل؟ في الخندق أقبلوا 10000، يا إخوة كل هذه الوقائع يخرج فيها جيش المشركين يقصده في المدينة، يقطعون فيها أكثر من 450 كيلو من مكة إلى المدينة، يقودون الجيوش والجحافل يريدون قتاله، فما المطلوب أن يفعله أي قائد بل أي عاقل في دفع ذلك العدوان؟ ما الذي سيفعله؟ لم يكن إلا أن يغد القتال بقتال وأن يصد العدوان، فكيف يفسر هذا بأنه اعتماد للإسلام على السيف واعتماد لنشره بالقوة وإرغام للناس في القتال على الإسلام لدخولهم فيه؟ هذه الافتراءات يا كرام إنما تدحض على بينة من علم وبصيرة لمن فقه السيرة النبوية. سادساً، من هذه الوقائع كلها لم يقتل عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة أحداً قط إلا أبي بن خلف في غزوة أحد، واحد فقط من 1300 ك
كان مقتولا بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، والسبب أن أبي بن خلف لعنه الله قصد النبي عليه الصلاة والسلام قائلا أين محمد لا نجوت إن نجا، فيقصده مقبلا بقتال، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه، فأخذ الحربة فرماه بها فوقعت في نحره فمات منها في عودته إلى مكة. فإذا كانت غزواته عليه الصلاة والسلام البالغة 25 أو 27 ونحوها، وحصل فيها القتال وفي 9 منها لم يقتل بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام إلا واحدا من أمته فقط، فإن ذلك من أظهر الدلائل وأقواها حجة ودفعا لافتراء المفترين في مسألة وصفه ووصف رسالته عليه الصلاة والسلام بالحرص على القتل وإغاقة الدماء. سابعا، لم يأذن عليه الصلاة والسلام في حروبه قط وغزواته وبعوثه وسراياه إلا بأخلاق عجزت البشرية المعاصرة أن تستوعبها، فضلاً عن أن تنتهجها في أخلاقيات الحروب، في احترام كبار السن والنساء والولدان والأطفال ومن لا يد لهم في الحرب. لم تحفظ وقائع السيرة النبوية حادثة في الغزوات كان فيها اعتداء على وليد أو طفل أو شيخ كبير طاعن في السن أو اغتصاب للنساء أو هتك للحرائر وانتهاك للحرمات. لم يأمر عليه الصلاة والسلام بقتل كبير طاعن في السن إلا دريد ابن الصمة شاعر هوازن، لأنه كما يقال مهندس حربها وهو الذي شارك في جيشها، فكان جزاء لما تولى من أمر القتال في تلك الغزوة. هل بعد ذلك كله يقال يا كرام إن الإسلام دين جاء بالسيف متعطش للدماء؟ إذا أضفت إلى هذا سياق النبوة وبعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد 40 سنة من حياته اعترفت لها قريش بصدقه وأمانته وشهدت له بكل جميل، ثم تبدلك بعد ذلك نكراما بل ردوانا وتطاولا وأذى، ومع ذلك صبر واحتمل عليه الصلاة والسلام، وما كان فيه من بكار إلا كما سمعت في بدر وأحد والخندق وسائر الغزوات التي كان فيها يود ردوانهم وقد بلأوا بجنوشهم المدينة أو أطرافها، فماذا عساه أن يفعل؟ بل إنه لما تملك نواصي أمرهم وأقبل في فتح مكة منتصرا عليه الصلاة والسلام، فتجمعوا حوله فساله ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أبعد هذا العفو النبوي العظيم الذي ما عرف التاريخ مثله يوصف عليه الصلاة والسلام أو توصف رسالته أو أتباع ملته بإرهاب والعنف؟ يا قوم لسنا نأتب على الحقبة من أعداء الإسلام في التزوير والإفك والبهتان، لكن العتب على بني الإسلام في جهلهم وضعف حجتهم وقصور أيمهم في الدفاع عن دينهم والذب عن حياضه والانتصار لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. حق والله على كل مسلم صادق في إيمانه محب لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقف منتصرا وقد علم من أخبار سيرته ما يتقوى به في الدفاع وذب الأعداء وافتراءاتهم. ماذا فعلت جحافل الاستعمار من سوء وتبديب وتمكيل واغتصاب وهتك الفرمات؟ لو دخل الإسلام بلاد البشرية بقوة والكراهية، فما الذي أبقى تلك البشرية على الإسلام في أوقات ضعفه وانحسار أمره وانكسار شوكته؟ إن السيف قد يفتح البلد لكنه لا يفتح القن لاعتقادا للحق واعتناقا به، لكن البشرية عربها وعجمها التي عرفت الإسلام فآمنت به آمنت به لكونه حقا، ولا بد لحق من قوة تحميه وتذب عنه وترد عنه العدوان، لأن الحق إن كان وحده استكبر عليه شياطين الإنس والجن، فشرع الجهاد حماية للدين وذبا عن حيافه. وإلى اليوم ما زادت الدول تفاخر بجيوشها وتستعرض قواتها العسكرية، فإما لماذا يذم به الإسلام؟ ولماذا يستكفر على صدر الإسلام وعهد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون له قوة تحميه من الأعداء وتذب عنه الردوان؟ يا قوم، نحن بحاجة إلى فقه في السيرة ومعرفة بأحداثها يتجرع فيه مسلمون قوة وحصانة علمية وفكرية يعتزون فيها بدينهم ويفتخرون فيها بنبيهم ولسان حال أحدهم
مقامك يا سيدي صين وعنك الإله يكف الإذى، وشاهت وجوه الذين اعتدوا وبالسوء والشر مدوا اليدا. فاستكثروا من صلاتكم وسلامكم عليه صلى الله عليه وآله وسلم.